طيب الجانب الثاني وهو المتعلق بموعد نهائي كأس مصر. في البداية لما تم الإعلان عن إقامة المباراة في السعودية كان في كلام إن المباراة الساعة 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، ولكن النهاردة رسميا تم الإعلان عن الموعد النهائي لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية. المباراة هتتلعب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. نتمنى يا رب بإذن الله يكون الفريق موفق في هذا اللقاء. دي تدريبات ليها علاقة كده بالأحمال، وجزء أحمال وجزء تدريبات استشفائية كده لعدد من اللاعبين. وطبعا التدريبات دي بيبقى ليها علاقة بقى بالجانب البدني، يعني مين عن طريق الجي بي اس تقدر تقول محتاج أحمال معينة، مين محتاج تدريبات معينة، فكل واحد بيشتغل على الجانب بتاعه في التدريبات. طبعا هو الجانب البدني اللي مسموح بالتصوير زي أي تدريب بتشوفه حتى لو تحت إشراف الفيفا أو الكاف، سواء في بطولة دولية أو حتى بطولة قارية، ولكن الجانب الفني والخططي أكيد مش هيكون متاح ولا ينفع يتم تصويره عشان السرية الخاصة بالجهاز الفني. بيبقى فيه جانب خططي، جانب فني بيشتغل عليه مع اللاعبين في الفترة الحالية. فإذا ده الجزء المتعلق بالتحضير، سفر كابتن خالد بيبو، تحديد موعد نهائي كأس مصر، وهو الشناوي في البرنامج التأهيلي بتاعه، وليه طبعا ماسك ستوب ووتش في ايده، عارف طبعا التوقيت الزمني في مرحلة الجري حول الملعب. وعلى فكرة الشناوي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بنسبة كبيرة المرحلة الثانية ان شاء الله الشناوي هيكون في ألمانيا وتحديدا في ميونخ خلال شهر ابريل اللي جاي عشان يواصل برنامجه التأهيلي اللي متقسم على كذا مرحلة. هو ماشي في المراحل بشكل كويس جدا، نتمنى له السلامة بإذن الله. مهم جدا في هذه العملية والإصابة وإصابة الكتف تحديدا لحراس المرمى بتبقى من الإصابات الرخمة، فلازم وانت بتشتغل تكون حريص جدا على تنفيذ البرنامج بحذافيره وما تستعجلش. دي جوانب مهمة جدا، ولكن الشناوي أكيد والجهاز الطبي عاملين حسابهم في هذا الجزء. كابتن الخطيب كان حريص ان يكون موجود النهاردة مع الفريق ويطمئن عليهم قبل السفر بكرة إن شاء الله. البعثة كلنا عارفين ان تم الاستقرار بشكل رسمي بعد إعلان رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، هيكون هو رئيس بعثة فريق النادي الأهلي، وعارفين إن رحلات النادي الأهلي كلها بتبقى بنظام الدور، وهيكون الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة رئيساً لبعثة فريق النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية بإذن الله في الرحلة اللي هتقلع غداً بإذن الله صباحاً في تمام الساعة 10 مساءً العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة. طيب ده الجانب المتعلق بمباراة الأهلي والزمالك وتوقيت اللقاء والتحضير لهذا اللقاء. أكيد في مفاجآت بقى متعلقة بالكرنفال اللي بيتم تحضيره حاليا في المملكة العربية السعودية. أنا عارف هناك الأشقاء يعني من أول ما تم إسناد وتحديد إقامة اللقاء في السعودية الناس بتشتغل على قدم وساق لإخراج المشهد الرياضي بصورة جميلة جدا. ملعب الأول بارك في الرياض هو ملعب نادي النصر، بيسعى لحوالي 25,000 متفرج. أكيد في دخلات هيتم تحضيرها من قبل الجماهير، في شعارات ولافتات والكوفيات وكل واحد داخل بالشعار بتاعه، شعار الأهلي شعار الزمالك، ده حتى تم إنتاجه عشان تتوزع على الجماهير وهي داخلة لملعب المباراة. فكل التفاصيل المتعلقة إن المشهد الكرنفال ده يخرج بصورة إيجابية، والإنتاج التلفزيوني والتصوير للمنتج يخرج بصورة وكأنك بتشاهد مباراة نهائي كأس عالم، كل ده أكيد متأكدين إن هيكون على أجمل وجه.